وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادتك يا فندم، معدلات عبور مختلف أنواع السفن إلى أين وصلت، وهل هناك اختلاف في أنواع السفن التي تمر الآن؟ شوف، احنا يعني شهر فبراير، طبعا شهر فبراير ده كان يعني كانت بداية لسه الأزمة، كنا محققين إيرادات أعلى من السنة اللي فاتت شهر فبراير، يعني حوالي عدد السفن كان زيادة حوالي 18% كان 1713 سفينة، والسنة اللي قبلها كان 1532 سفينة. الإيراد كان 545 مليون دولار، والسنة اللي قبلها كان 474 مليون دولار بزيادة 15%. نيجي بقى لشهر مارس، هنلاقي إن احنا يعني الأسبوع الأول من مارس برضو احنا محققين، يعني هذا الأسبوع محققين 60 سفينة و3.6 في المتوسط في الأسبوع، يعني 60 سفينة و3.6 مليون طن. الأسبوع اللي قبله كنا محققين 61 سفينة 3.2 مليون طن، اللي قبليه كان 59 سفينة 3.4 مليون طن. يعني بنقول إن احنا إيه تقريبا في الرينج اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا بنتكلم في حوالي في الأسبوع، يعني متوسط بتاع الأسبوع 60 سفينة و3.2 أو 3.5 مليون طن. لغاية دلوقتي التأثير لسه ما واضحش، لكن هيبقى في تأثير، ممكن يبقى في تأثير. احنا بنتكلم ان الازمه دي طبعا احنا النقل البحري والتجاره العالميه، يعني دي زي الترميد طالع ونازل في اي ظروف، تاثير اي ازمات بتاثر فيها، وبالتالي قناه السويس برضه ده شريان عالمي مش شريان مصري، وبالتالي برضه بتاثر بالزياده او بالنقصان طبقا للموقف. احنا هنقول 21 كان في زياده كبيره جدا نتيجه تعافي من ازمه كورونا في العالم كله، تعافي النقل البحري، وبالتالي احنا كنا حققين اعلى ايرادات خلال سنه 21 عن كل السنوات السابقه. نعم، اتفضل يا فندم. لا، كنت عايز اقول يعني ان ممكن يبقى في تاثير سلبي للازمه دي وفي تاثير ايجابي. لو قلنا التاثير السلبي، هتوقع طبعا ان واردات اسيا من البحر الاسود كلها هتقف او تقل، لغايه دلوقتي لسه يعني لسه البحر الاسود في مراكب بتطلع. ليه بقى؟ ان الحبوب هتيجي يعني هتروح لاماكن بقى بعيده شويه عن قناه السويس، يعني مثلا الحبوب ممكن تروح تطلع من شمال غرب اوروبا وامريكا لشرق اسيا، خام الحديد يطلع من شرق كندا وشمال غرب اوروبا، ده افضل ان هو يلف من راس الرجاء الصالح. لو نيجي للتأثير الإيجابي، أتوقع طبعا أن أوروبا هتستورد الغاز خام البترول الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وبالتالي السفن دي هتعدي، فيبقى في حاجة في تكافؤ أو في عدد السفن اللي هتقل، اللي كانت هتطلع من البحر الأسود وتروح آسيا، لعدد السفن اللي هتطلع من آسيا تخش أو من الخليج يعني تطلع في البحر في قناة السويس إلى أوروبا. نعم، هنقيم ونشوف المواضيع دي عاملة ازاي، وعندنا احنا برضو تصرفات للحاجات دي، يعني بنجهز زي ما كنا جاهزنا آلية تسويقية لأزمة كورونا، احنا مجهزين برضو ان احنا نتعامل ازاي بالسياسات التسويقية في مناطق التصدير البديلة. لو حاجة هتطلع من شرق كندا او من امريكا او غرب اوروبا، يبقى نديها تخفيضات بحيث تخش عندي في قناة السويس برضو ما تلفش من راس الرجاء الصالح. نعم، بالنسبة لقناة السويس الجديدة، يعني مدى تأثيرها بشكل إيجابي على حركة التجارة القادمة وتوقعاتك يا فندم ليها؟ لا، احنا عايزين نقول بس ان احنا لولا قناة السويس الجديدة ما كناش ارقام اللي احنا بنقول عليها دي، 60 سفينة متوسط في الاسبوع، يعني متوسط اليومي في الاسبوع كان يبقى موجود خالص. احنا كنا بنتكلم قبل كده لما كانت قناة واحدة في 42 سفينة في 45 سفينة، دلوقتي احنا بنتكلم في 60 سفينة و65 و70 و75 و80 وشفنا ال 100 سفينة كمان خلال 21. فعايز اقول لا، ان لولا قناه السويس احنا كنا هنبقى في ازمه كبيره جدا. نعم، كانت رؤيه سياده الرئيس صراحه ان كمشروع عملاق، واول مشاريع يمكن قاطره المشروعات العملاقه لسياده الرئيس 2014 بدا حفر قناه السويس الجديده وافتحها بعد سنه واحده في 2015، لا غير تماما في اعداد السفن، غير تماما في الحمولات الكبيره اللي ما كانتش بتعدي قبل كده، دلوقتي بيعدي عندنا 224,000 طن سفن ما كانتش بتعدي قبل كده، غاطس بيوصل ل 17 متر ونص، ما كانش برضه لا يمكن كان يوصل ل 15 متر اقصى حاجه. فاحنا بنتكلم عن عدد سفن زادت، حمولات زادت، وعائد الدولار زاد. لو ما كانتش موجوده قناه السويس، لا احنا كان تصنيف قناه السويس مش هيبقى كان موجود، ما كانتش هيبقى ليها اهميه. برضه نرجع نقول ازمه ايفر جيفن، لو مش قناه السويس الجديده مش موجوده، احنا ما كناش نقدر نعدي 100 سفينه في اليوم لما كانت محتجزه 422 سفينه خلال الست ايام اللي كانت محتجزه فيها السفينه، ما كانتش لسه كانت عامله فيها الازمه كانت موجوده يعني. نعم، لا قناه السويس فرقت تماما، يعني عشان بس محققين يعني، لا فرقت جامد جدا مع في حمولات وفي عدد السفن وفي العائد بالدولار. نعم، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كنت معك هاتفيا، شكرا جزيلا لك.